السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب، في حلقة اليوم سنقدم لكم طريقة رائعة لتجاوز باسورد أو كود نمط لهواتف أندرويد بدون اللجوء إلى فورمات الهاتف. فإذا قمت بتثبيت إحدى التطبيقات الخاصة بإضافة باسورد الهاتف أو كود النمط ونسيت كيفية فك قفل الشاشة للدخول إلى هاتفك، فستجد نفسك أمام خيار فرمطة هاتفك وبالتالي فقدان بياناتك الشخصية أو استخدام بعض الطرق الخاصة بذلك التي ستأخذ منك بعض الوقت. إذا كانت هذه أول زيارة لك على قناة تقنيات، المرجو الضغط على زر سبسكرايب للاشتراك بالقناة أو تفعيل زر الجرس لتبقى على اطلاع بمواضيعنا التقنية. إذن لتجاوز باسورد أو كود نمط في هواتف الأندرويد، في حالة استخدام إحدى تطبيقات قفل الشاشة ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية. في البداية سأقوم بالدخول إلى الوضع الآمن في هذا الهاتف. توجد عدة طرق للدخول إلى الوضع الآمن حسب نوع هاتفك. الآن سأقوم بإيقاف تشغيل الهاتف. بالنسبة لهذا الهاتف سامسونج G7، سأقوم بالضغط على زر خفض الصوت وزر تشغيل الهاتف في نفس الوقت. بعد ذلك تترك زر تشغيل الهاتف ثم تنتظر قليلا إلى أن يتم تشغيل الهاتف. الآن تترك زر خفض الصوت وبذلك سيتم الدخول إلى الوضع الآمن. بعد الدخول إلى هذا الوضع يمكنك استخدام هاتفك بشكل عادي دون الحاجة لفك قفل الشاشة، وستلاحظ أيضا أنه لن تعمل معك بعض الخدمات والتطبيقات في هذا الوضع مثل تطبيق الواتساب وتطبيق الترجمة وغيرها من التطبيقات. كما ترى مجموعة من التطبيقات لا تعمل في هذا الوضع. ما يهمنا هو الدخول إلى إعدادات الهاتف. بعد ذلك توجه إلى خيار التطبيقات Application، ثم تضغط على خيار مدير التطبيقات Application Manager. من خلاله ستجد جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك. ما عليك سوى البحث عن التطبيق المسؤول عن قفل الشاشة، وكما ترى هذا هو التطبيق. الآن تقوم بإزالة هذا التطبيق، لأن بعد الدخول إلى هذا التطبيق قم بحذفه من هاتفك من خلال الضغط على Install ثم الضغط على OK للموافقة، وبذلك سيتم حذف هذا التطبيق من هاتفك. إذن بعد ذلك ستقوم بإعادة تشغيل هاتفك Restart، وسيتم بذلك الخروج من الوضع الآمن. ثم تنتظر قليلا إلى أن يتم تشغيل هاتفك. إذن بعد تشغيل الهاتف يمكنك الدخول إليه بشكل عادي كما ترى دون أن يطلب منك أي باسورد أو كود نمط. إذن بهذه الطريقة يمكنك تجاوز باسورد أو كود نمط لهاتفك الأندرويد بدون عمل فورمات له. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال ولو معلومة بسيطة. ولا تنسوا دعمنا من خلال الضغط على زر سبسكرايب للاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك لتشجيعنا على الاستمرار. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.